مباراه بيراميدز الهامه جدا زي ما قلت لحضراتكم، واول قياده فنيه للسارتي اكيد هيبقى في دوافع كتير جدا عند لاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا لنفسهم رسميا للمدير الفني الجديد لسارتي. لسارتي ليه فكر جديد شفناه في التمرين النهارده وشفناه في تمرين امبارح من اول ما تولى المسؤوليه رسميا، وليه فكر جديد قوي، بيلعب في المساحات الضيقه، بيلعب من لمسه واحده، بيلعب لقدام، عنده زياده عدديه في الخط الامامي الهجومي، وده اللي احنا محتاجينه كلنا كنادي اهلي. لكن تعالوا اقول لكم كان شكل التمرين النهارده، كان في تقسيمه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي، كانت على مرمى واحد وكانت في نص الملعب، بس دي بيعملها دايما مدير الفنيين الاجانب اللي هو بيخلي في كثافه عدديه في منطقه نصف الملعب وفي تسديد على مرمى واحد او اهداف على مرمى واحد، يبقى فرقه بتجيب اهداف وفرقه بتلعب بشكل استحواذ لغايه لما يوصلوا لنص الملعب اللي هو ما فيهوش مرمى، وفرقه تانية بتترجم سيطرتها لاهداف. دي بتبقى تقسيمه مفيده جدا، ازاي بتجيب اهداف والفرقه التانية ازاي بتستحوذ في مساحه ضيقه بيكون فيها حوالي 20 لاعب او اكتر من 20 لاعب في نص ملعب حسب ما المدير الفني عايز الشكل يكون ايه. دي كان شكل المران في الجزء الاول منه. 30 دقيقه قدمهم لسارتي للتسديد على المرمى في النادي الاهلي، وتولى المهمه فيها سباستيان المدرب المساعد وسامي قمصان مدرب الفريق. معايا زميلي كريم احمد زي ما متعودين مع حضراتكم عشان يقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذه التمرينه. كريم اهلا بيك يا كريم. برحب بيك يا كابتن ميدو، برحب بيك البدايه وكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار؟ طمنا. والله يا كابتن ميدو اخبار مطمئنه بالفعل لكل جمهور النادي الاهلي، حاله من الجديه والتركيز شايفينها في التدريبات خلال ال 48 ساعه الماضيه بالتحديد. مباراه لاسارتي، محاضرات فنيه مع لعيبه النادي الاهلي، بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا. يمكن مش لاسارتي سرديه مع رمضان صبحي جيرالدو، لعيبه كتير جدا مش عايزين ننسى. كمان كان ليه النهارده كمان حديث مع مستر مارتن وليد ازارو، بنطمن ايضا كمان كل جمهور النادي الاهلي نزل السلسله اللي عنده، مش هتعوق ان هو يكون موجود سواء في التشكيله الاساسيه طريقا للنادي الاهلي. رمضان صبحي يظهر بشكل رائع من خلال التدريبتين اللي فاتوا بالتحديد. كمان يا كابتن ميدو لامسين ان التدريبات ان الراجل بيحاول ان هو يبقى في اكثر من فقره تدريبيه عند الكره في التدريب بشكل عام، يعني يمكن اول يوم دي كان ساعتين ربع تدريب، ثاني يوم ساعه ونص، ثالث يوم ساعه ونص، لكن ساعه ونص مليئه بيئه تدريبات الكوره. يمكن بيركز على التكتيك بشكل خاص، بيركز على جمل معينه بيحاول ان هو يحفظها لعيبه النادي الاهلي. كمان الحماس الكبير جدا اللي في الملعب اللي حذر منه الكابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام ومستر مارتن، في تدخلات عنيفه جدا مع اللاعبين بعضهم ببعض، ده بياكد ان في حماس وفي تركيز وفي جديه الكل بيتسابق ان هو يكون متواجد سواء في تشكيله النادي الاهلي في مباراه القادمه او الهامه مباراه بيراميدز او الفتره القادمه، يكون كل اللعيبه على قد استعداد اللعيبه جاهزه كلها. بنفقد عدد كبير يا كابتن ميدو زي ما انت عارف، باسم علي بنفقده، بنفقد حسام عاشور، احمد فتحي، محمد شريف كمان حتى هذه اللحظه لسه هيتعمل اختبار طبي. لكن بشكل عام التدريب النهارده كان فيه يمكن جرعه تدريبيه مميزه جدا لمستر مارتن، مستر سبيستيان ايضا كمان المدرب المساعد لمستر مارتن، استنتج البشر على بعض الفقرات التدريبيه. النهارده التسديد كان على المرمى في 20 دقيقه فيها تدريبات تسديد على المرمى، لا في شغل كروي كبير جدا بيتم، وان شاء الله باذن الله يوم المباراه كل الشغل ده باذن الله يكون في الملعب وباذن الله يكون المباراه مناسبه. كابتن ميدو انا معاك في هذا السؤال. اكيد رمضان صبحي ظهر في التمرين يعني ولا اروع بشكل يعني مميز جدا كمان. طمني على صالح جمعه، طمني على اللعيبه اللي بيتسالوا عنها دايما جمهور النادي الاهلي يا كريم. رمضان صبحي النهارده يمكن زي ما قلنا بيظهر بشكل رائع ومميز، وواضح جدا يا كابتن ميدو هيكون ليه دور كبير في مباراه بيراميدز. تشكيل النهارده يمكن كان واضح، وامس كمان كان واضح التشكيل، يعني مش حابين ان احنا نقول التشكيل بالتحديد لان ممكن يكون في تغيير بسيط او تغييرين، لكن رمضان صبحي ليه دور، هيكون ليه واجبات هجوميه كثيره جدا. كريم ميدو كمان هيكون ليه دور في هذه المباراه. صالح جمعه النهارده كان بيعدي التدريبات التسديد على المرمى، مبين ان صالح جمعه عنده الجاهزيه وعنده الجديه وعايز يكون متواجد خلال الفتره القادمه، بيشيد مستر مارتن بكل اللعيبه اللي بتجهدها في التدريبات. يمكن اي لعيب بيبقى في كوره طالعه كويسه بيأدي اداء مميز، بيبقى في مجهود او بيحرز هدف مميز بينال الاشاده وبينال التحميس من مستر مارتن لسارتي، واكدتها قبل كده كابتن ميدو قلت هو يمكن بيشتغل على الجانب النفسي جدا. رمضان، وليد، وصالح جمعه، مؤمن زكريا،
جلسات فرديه على طول سريعه مع اللاعبين سواء قبل المران او بعد المران. واضح ان يمكن الشغل اللي في الملعب بيشتغل بشكل كبير فيه الساعه ونص اللي يكون في التدريب، لكن كمان بيهتم بشكل كبير في لعيبه بتحتاج ان يكون في احداث مستمره مع كابتن ميدو. انت عارف طبعا الامور في لعيبه بيبقى خلاص الفريق بيحاول ان هو يأهله نفسيا للمرحله اللي جايه شهر واحد بالتحديد بالمباريات، مباريات الدوري العام والبطوله الافريقيه عدد كبير جدا من المباريات، فلابد يكون اللعيبه كلها جاهزه. وده الواضح يا كابتن ميدو ان اللعيبه عندها سؤال كبير مباراه راس الانديه زي ما بناكد القوه ايضا كمان مباراه كبيره القادمه بدون جمهور، كنا بنتمنى يكون الجمهور متواجد، لكن خلاص يمكن النادي الاهلي بالفعل اتاكد ان المباراه بدون الجمهور يكون فني الشغل كله ان شاء الله يكون في الملعب باذن الله يا كابتن ميدو المباراه بالنصيب للنادي الاهلي. ان شاء الله كريم، انا بشكرك جدا على هذه التوضيحات، شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، دايما مميز يا كريم.